عام 2020 الإعلامي محمد نشأت راح لقناة النهار عشان يعمل برنامج ساخر، اختار له اسم ما وراء البرنامج. محمد نشأت كان عايز يحقق حلم قديم عند جده، ولا انت حاسد البلد؟ اهدف يا جمهور اسكندريه. مش جده اللي كان بيجيب اهداف في اخر ربع ساعة في المنتخب، لا، جد محمد نشأت اللي كان عنده حلم برنامج ما وراء البرنامج. وناضل نشأت لحد ما قدر في القرن الماضي انه يطلع بالبرنامج، بس واجهته صعوبات كتيرة قوي. اولها ان ما كانش فيه ترندات يشتغل عليه، لان ما كانش فيه سوشيال ميديا من اساسه، اللي كانت عبارة عن شوية دردشة على القهوة بالليل. وعشان جد محمد نشأت يقدم الترندات كان بيتهد حيله من لف على القهوة بالليل هو وفريق العمل علشان يسمعوا الناس بتتكلم فيه. بعد سنين كتير قوي جه الحفيد علشان يكمل المسيرة ويحقق حلم الجد ويطلع بالبرنامج. لكن حفيد محمد نشأت اللي استلم الراية قرر يشتغل بطريقة تانية خالص. عايم في بحر الغد مشى فريق العمل، يا عم امشي بقى اطلع بره بره مغرب، جاب عيال مقطع البطاقه. المشكله ان في خناقه دلوقتي بين الجد وبين الحفيد، بين الماضي والمستقبل بحثا عن الحقيقه. شاهد على العصر محمد علي خير. ثم ذهب الى الجيم كي يقوم بتصوير نفسه وإرسال الصور على الستوري لأصدقائه، وكان في أول تعليق بريبيتشي يقول إنه إيه علاقة بريبيتشي بالجيم؟ الليلة السودة اللي أنا فيها دي، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ما وراء البرنامج. الفترة اللي فاتت كده وإحنا داخلين على الصيف وبلاوي واللي بيجرى فيه ما شاء الله علينا جميعا، يعني الجيم الحقيقة زي الدنيا. والله في ناس بتدخله وتخرج منه يا مولاي كما خلقتني. أنا مش عايز أتكلم على نفسي بس في الموضوع ده، بس هضطر أتكلم على نفسي. يعني لا عضلة كبرت ولا عضلة مثلا زعلت، مفيش حاجة. ندخل معضلين ونخرج منه بيبقى عندنا أمل معضلين، بس ما بيحصلش. وناس تانية الحقيقة لا ليها لا في الطور ولا في الطحين، هي داخلة تتفرج أو دي رايحة لحال سبيلها كده. تشوف الناس اللي بتلبس تيشيرتات حلوة وأجسامها ما شاء الله. يعني الناس في الجيم رغم انهم كتير واحيانا يعني بيعملوا زحمه على الفاضي، لكن نقدر نقول كده انهم كام نوع. وطالما بنتكلم كده عن الجيم والزحمه اللي بتبقى فيه، يبقى لازم نتكلم عن اماكن الزحمه في الجيم. والله في اماكن زحمه لما تخش الجيم كده، فتلاقي مثلا المرايات. المرايات دي بتبقى زحمه جدا ومحتاج تاخد دور على ما توصل للمرايه عشان بس تقف تتصور. ده اول نوع هتقابله في الجيم، هتلاقي شاب من دول كده يشد نفسه يشفط الكرش على الاخر، يضرب التكشيره، مش عارف ليه بيكشروا والله، يعني ليه بيكشروا وانتوا بتاخدوا السيلفي في الجيم؟ هيحصل ايه؟ عاش قوي، هو ده المطلوب حبيبه دبابه. بس انت ناقصك حاجه مش كبيره قوي قوي. ايه؟ والنبي قول لي. ناقصك ترفع الموبايل وانت بتصور، ارفع اكتر. بجد؟ ايوه. حاضر يا دبابه. كده فوق اهو. ايوه، خد بقى صوره عدله زي الناس كده. في نوع تاني الحقيقه، ده اللي بيبقى راح ياخد فكره. والله تحس كده انه عايز يعني يشوف الدنيا ماشيه ازاي، يطمن كده. ايه يا جماعه، ما تيجي نجرب الدمبلز ده؟ ده ايه ده؟ بتاع ايه؟ بيعمل ايه؟ وريدي كده. ده في ناس في الجيم، ده بيبقى داخل يتمشى، تحس ان في دكتور اعصاب ماشي في وسطنا ما بيعملش حاجه، هو ماشي عمال يتفرج علينا. في ازازه ميه، عارف انا النوع ده والله، يفضل ازازه ميه يفضل يلف علينا. في الغالب بيكون تركيزه يا اما رايح يشقط يا يتشقط حاجه من اللي، ما هو مش رايح يعمل حاجه، تحسش انه مفيش حاجه عنده. يعني هو بيبص على اي شاب منفوخ العضلات مزبهل للحركات شلولخ كده، وهو بيقرب على واحده عندها مثلا التواء في المشاعر شويه كده، او يعني انكسار في المسائل، بس الست برضو مش دخلتش في العميق قوي. وتلاقي منهم اي واحده دخلت كده وملهاش في الجيم خالص ومركزه مع العضله اللي متلقحه في كل حته. الغريب بقى ان صاحبنا ده بيقعد يتفرج بس، تحس انه بيراقبنا. هو بيكتفي بالاداء المشرف ويبدا يشجع في الشقطه الحلوه. الله،
لا والله الواد جامد، بس عمل ازاي؟ راح قال لها تعالى انا هدربك على دي وبتاع، يعني اوف اوه ياه، ويبدا مندهش كده ومبسوط ومش مالش حاجه، وبيروح عادي جدا لا كلم حد ولا حد كلمه ولا اي حاجه خالص. يا كابتن يا كابتن يا كابتن، دلوقتي بتاع الحديد اللي انت قلت لي اشيله ده اسمه ايه؟ اسمه الدمابل. تقيل قوي يا كابتن. والله ليه، هو وزنه كام؟ نص كيلو. نص كيلو؟ لا انت بقى محتاجه تشيلي النص ده بس كل ربع لوحده. ويا سلام بقى لو معاه سلطات العيش. ودي اعملها ازاي بقى؟ يعني اكلم لك حد يشوف لك ربعين وتشيلي فيهم. تصدق فكره؟ في نوع في الجيم الحقيقه منتشر جدا، ده بيظهر في الاجازات والمصايف، احنا بنسميه فورمه الساحل. وهو الشباب اللي افتكروا فجاه ان الصيف داخل، ويبقى نايم طول الشتاء مبغلظ ومبعلظ وكرشه قدامه 20 سنه، بس يفتكر ان الصيف جاي وهيقلع وهينزل بحر، فلازم العضلات تكبر، يعني التراي يتنفخ، الباي تبقى واضحه كده، السكس باكس ده طبعا بنشوفها في الافلام عادي يعني، وعنده طموح انها تبقى 8 باكس و9 باكس وتبقى يعني في طموح شغال معاه جامد في القصه دي. ايوه عاش عاش قوي يا بحيري، عاش كله بمجهوداتك يا كابتن. ايوه كده اهو، ده بقى تلاميذ من تلميذاتي المتلمذه. اقلع بقى وريهم. لا اصلا ساعين. لا اقلع يا راجل، ده انا بضرب بيك المثل. اقلع اقلع خالص اقلع خالص. طب غمض عينيك. في ايه يا بحيري انت بتتكذب؟ انا بتكذب. اما البنات ما بتتكذبش يا بحيري. تعالى تعالى يا بحيري اوريك، والله ما بيتكسفوا. طب اقلع وعلى ضمانتك؟ اقلع يا عم اقلع وانا هغمض عيني اهو اهو. ها يا كابتن. انا عارف ان انت هتضحك، انا عارف. ايه يا راجل الفورمة دي؟ دي فورمة مش فورمة. يا كابتن ما انت عمال تقول لي عاش يا وحش عاش يا وحش، وانا بصغر اكتر يا كابتن. انت كل يوم تجيلي باتنين جواكت وثلاثة شوكت على بعضيهم، عشان اخبي العار ده اعمل ايه؟ لا لا انت محتاج تلعب برجل. رجل؟ محتاج تلعب برجل ارجل حاجة. لا انت عارف انا جاي هنا ليه؟ ليه؟ الصيف جاي، كل سنه وانت طيب. تروح فين يعني؟ رايح الساحل. اطلع الساحل كده؟ هتروح الساحل كده يا بحيري؟ مش مكسوف على نفسك؟ ما انا جاي ليه؟ انت محتاج تروح بلطيم. انت محتاج تروح، دور محتاج تروح القناطر يا بحيري. انت محتاج انت القناطر تروح. انت ساكن فين؟ في كفر الشيخ. كفر الشيخ؟ طب يا راجل اي ترعه كده ولا اي حاجه جنبكم شمسيه وتقعد هناك لحد يشوفك ولا تشوف حد. انا بقول كده برضه يا كابتن. بحيري روح على بيتكم. انت اكيد عارف مصلحتك اكتر مني. على بيتكم يا بحيري. واهتم بالصور برضه وعاش قوي، عاش عاش يا عم، عاش. الله ينور عليك. النوع الاخير بقى اللي بيتمرن، سواء بيتمرن عشان يخش بطولات او حتى عشان يحافظ على جسمه، النوع ده سواء رجاله او ستات هو اللي احنا بنفخر بيه بقى، ودول اللي احنا بنقعد نقول لهم ايه؟ هي ربنا يحميكم ويفرحكم بشبابكم كده، وامر امر. انا شخصيا بيعملوا شويه حاجات انا مش فاهمها، يقول اش اش خش جلاش ارفع شنكاش، مش فاهم هم ليهم لغه بيقعدوا يتكلموها مع بعض، ولازم يزعقوا قوي، ولازم يبقى في حد تاني صدى صوت اش 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 احسن احسن، مش فاهم هل دي بتكبر العضله ولا دي بتعمل يعني هم ليهم طقوس. يعني نصيحه بقى، لما تشوف الناس دول مالكش دعوه بيهم خالص، لان هو مركز مع هدفه، عشان لو طلعته من تركيزه هيلعب البخت في هدفك. والله وانت عارف يعني الواحد مننا يا دوبك ماشي بهدفه. ايه ده؟ تمرين وفي الجيم؟ انت ايه اللي بتعمله ده؟ يا كوتش بتتمرن؟ بتمرن وكمان ب 300 كيلو؟ يا كوتش يا بجحتك يا اخي يا بجحتك. يا كوتش مالك؟ فين موبايلك؟ اشمعنى؟ طب فين سجايرك؟ ما بشوف سجايرك. هو في حد دلوقتي بيجي الجيم عشان يلعب؟ كله بيجي عشان الصور خد سجارة اشرب سجارة اشرب. ما بشوفش يا كوتش. لا لا انت بتلعب ب 300 كيلو وكمان جاي هنا عشان تتمرن؟ أيوة. ما عنديش. لا انت كده مخالف القوانين. يلا اطلع بره اطلع بره. ليه يا كوتش؟ اطلع بره، ما تتمرنش هنا في جيم. يلا ليه اطلع يا... ليه روح 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 شوف بقى حد بعيد. ايه ده؟ ايه ده؟
التمرين ايه؟ الفتي. بصوا بقى، انا مش هبطل كلام عن الفتي في البرنامج ده حتى اخر العمر. موضوع الفتي ده بقى صعب جدا جدا وفوق الاحتمال. فكرة انك تتكلم لمجرد الكلام وتبدي رأيك لمجرد انك تهري بقت الحقيقة منتشرة لدرجة تخوف. زاد طبعا الموضوع ده مع مساحات السوشيال ميديا اللي خلت عدد كبير جدا من البشر عندهم احساس فظيع ان كوكب الارض كله منتظر انهم يدلوا برأيهم في اي حاجة. والله بايدن وهو رايح يقابل نيوتن، كوكب المريخ وأهمية ظهوره، كوكب اليابان وآخر ما توصلوا إليه، الصاروخ الصيني وأهمية وجود محطة فضائية للصين غير المحطة الدولية، الأهلي والزمالك، وليه فرجاني يا حبيب قلبي، وشمعنا في التوقيت ده بالذات، يعني الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وليه لما قرروا يجيبوا مدرب اسمه حسام اختاروا البدري، ليه مش حسن مثلا؟ يعني ليه؟ وليه يورجن كلوب لمؤاخذة يعني سكت على أنانية ساديو ماني؟ ليه ما بيبصيش لصلاح؟ عايز أفهم. وايه السر ان ليفربول مش في فورمته السنه دي؟ وفلوس المسلسلات دي مش كنا نعمل بيها مشاريع؟ تقول له ما احنا بنعمل مشاريع اصلا. طب وفلوس المشاريع مش كان اولا نخصصها لاصلاح قطاع واحد مثلا زي الصحه؟ نفرض قوي كده. ايوه اصلا ما احنا عاملين مبادره 100 مليون صحه والكشف المبكر على السرطان وبنبني مستشفيات وانتهينا دلوقتي من القضاء على فيروس سي وخلصنا من قوام الانتظار في القلب ومهتمين الحمد لله بالقطاع الطبي يعني. فيروح متنع كده. طب مش كان اولى الفلوس اللي اتصرفت على الصحه دي تتصرف على التعليم؟ التعليم يبتدي في الاول، اول مشروع لازم يبقى التعليم. ما حضرتك في مدارس وتعليم وتطوير بيحصل ومناهج بتتعدل وبتعتمد على الفهم مش الحفظ زي زمان، واليابان اللي حضرتك بتعتبرها كوكب لوحده جبنا لك مناهجها ومدارسها وخبرائها ويعني كل حاجه. حضرتك مش عاجبك حاجه في الحقيقه. مشكلتنا الحقيقه هي الفتي. والله احنا بنفتي في اي حاجه وكل حاجه واي وقت من غير ما ناخد بالنا، لدرجه ان في ناس كتير بقى عندها الفتي لا ارادي زي التبول. هو بيفتي. ما هو مش منطقي يا جماعه ان سواق التاكسي قاعد يكلمني ازاي مشكله غاز المتوسط تتحل وهو مش قادر ياخد قرار انه يفور التاكسي القديم العطلان بتاعه ويستلم واحد جديد بتسهيلات وضمانات عشان ده عشره عم. انت متخيل ان واحد خايف يركب لمبه موفره وعنده اعتقاد ان اللمبات النيون الطويله لو اتكسرت هتسبب سرطان؟ ده بينظر في اهميه المفاعل النووي. والله ما بهزر. انت متخيل يعني ان عندك سباك جاي كده هو مش عارف يصلح الحنفيه بتاعت بيتك، مش عارف يصلحها خالص، وبيحاول يقنعك ان البتاع اللي هو قاطعها من كاوتش العربيه بتاعه وعاملها جلده كده احسن من المستورده. اهو ده بقى بيتكلم عن المشروعات القوميه. لا وتلاقيه كمان حاصل على لقب مستشار على الفيسبوك وخبير في 600 حاجه رغم انه كاتب انه يعمل في مدرسه الحب. بس خبير هو كده مدرسه الحب، تاني كاتب مدرسه الحياه، ده براحته، ده درجه اعلى. قاعد يحط كده يا اخويا يعني ما تبقاش فاهم خطط الهجوم على سد النهضه. انا مش عايز اجيب لكم الكبير، والله ما عايز اجيب لكم الكبير. في ناس بتتهطل كده من الاكونتات الفيك اللي فيها صور بنات كده لابسين من غير هدوم. والله بخش الذكر من دول كده زي الرطل. رطل قدامك يا داخل عليك ايه؟ عادي عادي على الغول كده، قدام خلق ربنا كله ولا اي حاجه اهو. ممكن علاقه جاده في السر؟ حط ايموجي يغمس كده عادي، هو مش فاهم حاجه، هي صوره كاونت فيك اصلا وجنبه تلاقيه كتب رقم تليفون. والله في ناس بتكتب رقم تليفوناتها عادي جدا يعني 0 تستني التليفون. الناس بقى بتاع اريدوا علاقات جاده دي ويسيب رقم تليفونه، هو نفس الشخص اللي بيخش يدلو بدلو في التعليم اونلاين والدراسه عن بعد. حضرتك شفت مصايب اكتر من كده؟ هو ايه يا اخويا صوت الخبط والرزع اللي جاي من اوضه المدير ده؟ يا ست كل دول بيكسروا في الحيطه عشان ما انا عارفه عشان ايه؟ هو انت يعني فاكرني مش عارفه؟ المدير بيهد الحيطه عشان ياخد المكتب اللي جنبه، عشان يقعد كده في مكتب كبير، راجل شرح وبرح بيحب يقعد كده مدلدل رجليه. حسبي الله ونعم الوكيل، راجل واطي. بس انا يا اخويا ما بحبش اتكلم على حد ابدا. يا ست الكل
دول بيكسروا في الحيطه عشان عايزين يركبوا. انا عارفه عايزين يركبوا ايه. انت يا اخويا فاكرني مش عارفه هم عايزين يركبوا ايه. هم عايزين يركبوا شاشه عشان الكاميرات عشان يفضل بقى يا اخويا مراقبنا في الرايحه والجايه ويحرمني من تقوير الكوسه لابو العيال والواتساب فوتابلي حسبي الله ونعم الوكيل راجل ماطي. بس انا يا اخويا مش هتكلم على حد ابدا. اقول لك على حاجه، البت نهى شفتها واقفه مع البت سهى بيتكلموا عند الارشيف، بيتكلموا بقى بيقولوا ايه ان البت دعاء مشاها عشان ما كانتش لابسه جوانتي. عرف منين هو ان هي ما كانتش لابسه جوانتي؟ اكيد طبعا من الكاميرات. يا ست كل دول بيكسروا في الحيطه عشان يركبوا تكييف. يا اخويا ما انا عارفه ان هم هيركبوا تكييف. انت فاكرني مش عارفه ان هم يعني هيركبوا تكييف؟ هيركبوا تكييف ليه؟ عشان يفضل يقول لك يا اخويا الايه التكييف بينقط، الايه جايب ناس تصلح التكييف، والناس بقى تفضل رايحه جايه كده قرفانه، اصل هو بيحب كده يفضل قاعد مفرشح ومبلطح ومفلطح في التكييف، واحنا الناس الغلابه الغلبانين نتفلق كده في الحر، حسبي الله ونعم الوكيل راجل واطي. بس انا ما بتحبيش تتكلمي على حد. يا ست الكل دول عايزين يركبوا التكييف هنا في اوضه الموظفين. ها في اوضه، ما انا عارفه طبعا هو في اوضه الموظفين. هتقولي بقى ليه؟ هقول لك عشان احنا اللي ندفع يا اخويا فلوس ايه، فلوس الكهرباء، ويقعدوا بقى يخصموا مننا. انت عارف ده هو انا سمعت ان هو ايه يعني عامل اتفاق كده مع شركه ان هو عايز يفتح نفق كده من مكتبه لحد باب البنك اللي في اول الشارع عشان يقعد بقى يحول فلوس قد كده. وعنده اشي تلاجه فيها خوخ وبطيخ، ده الخوخه قد دماغك والله العظيم. بقول عارف طماطم الشرز الصغيره دي عنده بقى، ودي غاليه على قلبي يا اخويا فلوس قد كده. حسبي الله ونعم الوكيل راجل واطي. بس انا اخويا مش هتكلم على حد ابدا. يا ست الكل دول ولا هيعملوا نفق ولا هيكسروا حيطه. امال هيعملوا ايه؟ يا ست الكل دول هيركبوا تكييف هنا في اوضه الموظفين، وكل الفواتير والحسابات هم اللي هيدفعوها مش احنا. هم اسمعوا اسمعوا فرصه العمر اللي بقى لنا سنه ونص. انا عاوز فرصه العمر يا اخي. خلاص في بريك. لا في بريك والله ابو مكسوف تقول لا. يا في غدا النهارده. انا شحتين جعانين. اسمعوا يا اولاد، انا في نجمه كبيره كلمتني وقالت لي انها هتيجي تعمل كاستنج عندنا عشان داخله مسلسل. لا 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 مش الكاستنج، انا عاوز رز بلبن ونك. الحمد لله الحمد لله مش كاستنج. الحمد لله. لا شاشه دي كاستنج، دي معناها ان هي هتعمل مسلسل وهتاخد ممثلين معاها. والله هتلعب يا شاشه. ايوه هتلعب. انا عاوز العب انا عاوز العب انا عاوز العب انا عاوز العب. بس يا كبيره بس شوت ايه بتتصل؟ هي بتتصل. ايوه انا عارفها عارفها الاغنيه دي مشهوره. بس بس لا 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 شاشه خد رد عليها. والله لا انا المساعد بتاعي. انا المساعد. انا قاطع انا قاطع. ماشي ماشي رد. انت بترد من غير ما تفتح؟ رد افتح يا غبي. ايوه رد. الو ازي حضرتك؟ انا 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 لا شاشه المساعد بتاعه وبعرف امثل حلو والله. مين يا انا شاشه عايزني؟ الفنانه كبيره قوي اللي هتختارني. حاضر هرد اهو. يا ابراهيم يا ريت يا ابراهيم العربيه الروز رايز بتاعتي. خدها يا حبيبي ال 128 يا ابراهيم. خدها يا ابراهيم مش عايزها. كل سنه وانت طيب. عيد سعيد ليك ولاسرتك. العربيه بقالها معايا 3 اسابيع. كفايه يا ابراهيم انا زهقت يا اخي. زهقت. اعمل كده حد يسقف. برافو برافو. وريني وريني حياه امي. قول لي نقشه وحياه امي. الو ايوه يا نجمه اهلا وسهلا. طبعا يا سلام ده انت تنوري. لا 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 طبعا ازاي كلنا في انتظارك. ايوه كلنا في انتظارك. انا بحبك قوي. انا بحبك قوي. لا 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 عفوا مش انت طبعا. لا لا خالص يا فندم. ده اساس احنا بنربي حيوانات في الاستوديو. ايوه قولي حيوان قولي حيوان. بنحب الحاجات البلدي كلها. بس يا ابني جاي دلوقتي دلوقتي. طبعا كلنا جاهزين ومستعدين. مش انتوا مستعدين؟ مستعدين مستعدين. بس يا ابني تنوري يا فندم تنوري. لا تنوري حاضر في انتظار. لا سلام 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 سلام. باشا قلت لنا يا ولاد ايه جاي دلوقتي كله استعد. انا جاي دلوقتي. تعمل تراجدي. لا شاشه اعمل اعمل تعمل ايه؟ لا انت تعمل عبيط. اشتري مني لمصلحه البرنامج. اعمل عبيط. مش هعمل عبيط. ما تتكلمش خالص صمت. انت بالذات تقول لك حاجه تشاور. اوعى تفتح بقك. بص انا هذاكر. لا ذاكر بره. ذاكر بره واعمل نفسك ركز في الدور. يلا بره يلا استعدوا استعدوا يا من اكون
أو لا أكون. أيوة. تلك هي المسألة، أكون أم لا أكون، هيك هي المسألة. يا رب افتحها في وشنا يا رب. البدلة، البدلة يا حسام، هات لي البدلة. انتوا غيرتوا الديكور؟ لا يا فندم والله، هو الديكور. امال فين الاستاذ محمود؟ استاذ محمود مين؟ استاذ محمود سعد، ما انا جاي برنامج الاستاذ محمود. لا هو بس اجازه، هو انا ابنه. هو ساب لي الجاكيت بتاعه. اوكي. انا اللي هقدم النهارده ان شاء الله، بس حضرتك منورانا. ما شربتيش حاجه صح؟ لا شربت، شكرا. لا والله ما. يا بوفيه، بوفيه فين في ايه؟ تعالى هنا انت رايح. انا بندع على البوفيه، انت ايه اللي جابك؟ ايوه انا والبوفيه واحد. انت لا ما تخافيش يا فندم، متلقح. انا لا ما تقلقش. والله متلقح بقاله 3 ايام في الاستوديو، بس ان شاء الله هيبقى زي الفل. حضرتك تشربي ايه؟ لا خدي راحتك يا فندم، فكي احنا اخوات. اوكي ممكن فرابتشينو، شكرا. طيب ما تشربي حاجه الاول ولا هتتغدى على طول؟ لا ما هي طلبت ايه؟ فرابتشينو بالكراميل. اوكي ماشي. انت عرفته؟ طيب انت في عاوز تشرب حاجه ثانيه غير ال يعني يمكن ما يلاقيش في المطبخ يمكن ولا حاجه. بينا كولادا دي معروفه. طيب اجيبوا لك سندوتشات ولا هتغمسي على طول؟ لا ما حضرتك اصله هو ماشي خلاص هجيب لك. انت عارف البينا كولادا دي ولا ايه؟ ايوه ماشي. ايه هي؟ عاوز كوكا كولا. لا ماشي يا باشا خلاص اشرب، دي حاجه تانية خلاص، مشروب مختلف خالص يعني. طيب انا كان عندي معاد بجد. لا يا فندم ده حالا انا حالا والله. هتجيب ايه؟ اجيب لك كركديه حلو ساقع كده سخن جميل قوي. هي ده احسن للصحه والله. وبعدين عندنا منه عناب وكركديه. هو اللي هيعمله الاول. يتفضل. انت ايه اللي جابك؟ جبت لي الفرابتشينو؟ لا انا جاي انا جاي امثل بقى دلوقتي. ايه ده، هو انت مش البوفيه؟ لا مش انا. اوكي طيب انت ممثل يعني؟ انا ممثل وهو في البوفيه برضه. طيب انت قول لي كده بقى، انت نفسك تمثل ايه؟ والله هو الدنيا واقفه عشان انا عاوز اطلع المواهب الكبيره النظيفه الحلوه قوي اللي عندي. مواهب كتيرة قوي ان شاء الله، ربنا يوفقك. طب حافظ مشهد تقوله تمثل لنا حاجه كده يعني تخلينا نستمتع بفنك يعني. اتفضل يا بيه، مش عايز تمثل؟ مثل يا بيه، اتفضل يلا وريني. بتخونيني يا خاينه وبتقتليني مره واثنين وثلاثه، وكمان بتصرفي المصروف. ليه صرفت المصروف كله من ورايا؟ ليه؟ ما معيش فلوس، ما معيش فلوس يا عالم، ما معيش فلوس يا الله، ما معيش فلوس. الله الله الله. لا معلش لا اصل انت بقى ما شفتهوش في اللغه العربيه. ده اللغه العربيه عنده ما شاء الله. ورينا حاجه بقى لغه عربيه كده نقشاشه من الحاجات الجميله بتاعتك. ان شاء الله هتنصفني. حينئذ فلنمشي كثيرا ونذهب كبيرا ايها الوغل العظيم. اللي هي باشا هم بيقولوا كده يا باشا. انا مالي مين هم؟ المسلسلات والله. اتفضل. محدش قال كده خالص. ايوه انت بيتهيألك. خلاص هغير الوغل العظيم دي. ماشي. فلسوف نقتلك ونذهب بك الى الجحيم اجحم حاجه. لا هو جميل، يمكن التشكيل هو اللي ناقص يعني شاشه التشكيل تنويم بس حاجه لطشه كده. الجحيم اجحم حاجه. ايوه بس انت لذيذ والله. والله لذيذ. ربنا يخليك. تاخدوني معاكم في الدور وحياه امك يا شيخه. ما تقلقش يا شاشه، ان شاء الله الدنيا كلها حدق مش معاك باذن الله. ما تاخديه معاكي في اي دور كده في المسلسل. والله يا محمد كان نفسي انا لو اقدر اعمل اكتر من كده كمان، بس انا شخصيا ما بعرفش اشغل نفسي والله، مش في ايدي.
ده الولاد كده هيحبطوا قوي. والله يا محمد احنا للاسف كلنا يعني بيجي علينا اوقات بنحبط، وبيجي عليا سنين بقعد في البيت انا كمان ما بشتغلش. عمر الامر ما كان بايدي انا، الناس بتبقى فاكره ان انا اللي اقدر اشغل نفسي، انا ما بعرفش اشغل نفسي، الموضوع في ايد ناس تانية خالص. طب دول يعملوا ايه يعني؟ هيفضلوا في الهم اللي هما فيه ده ليه؟ بص انت لو خدت دلوقتي رايي هحبطك جدا، لان انا شخصيا مش لاقيه لها حل ومحبطه، فمش هعرف ارد عليك في حاجه زي كده ولا هقدر انصحهم. انا كنت معشمهم ان هما ممكن يبقوا موجودين معاكي في المسلسل، تاخديهم في دور، هما فعلا لاقين كل الابواب مسدوده. والله يا محمد مش انا فعلا اللي بختار الممثلين في المسلسل، انا شخصيا ناس تانية اللي بتختارني، وببقى قاعده زي ما بيقولوا على بابا الله، ممكن سنه اشتغل ممكن لا. ما قابلكيش حد مثلا في الشارع فيقول لك هو انت فين، ما بتوحشيناش، مش موجوده ليه؟ دي اكتر حاجه بتوجعني. ليه؟ لاني ببقى مش عارفه ارد عليه اقول له ايه. يعني بيقابلوني بيقولوا لي انت ليه ما اشتغلتيش السنه دي، طبعا انت فاهم ان الحاجات دي هي اللي المفروض تيجي لنا، فببقى مش عارفه ارد اقول ايه، بس في الاخر خلاص بقيت اقول لهم عادي ما تعرضش عليا حاجه. يعني انت عارفه اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ ان انا لبست الجاكيت وفضلت مستني والله يا رندا، وعملت مجهود كبير. عموما يا رندا والله انا مبسوط قوي ان انت شرفتينا النهارده، وانت ما بتتاخريش عن اي حد، فانا حقيقه بشكرك جدا. يا استاذ نشأت، يا استاذ نشأت، يا استاذ نشأت، منور الدنيا يا استاذ رندا. استاذ نشأت قال لي ان حضرتك النهارده يعني بتحضر لي مسلسل جديد وعايزه ممثلين. ده نورك، ظبطت مشهد كده وان شاء الله يعجبك. ربنا يوفقك يا رب، بس انا ما بحضرش مسلسل جديد ولا حاجه، لسه كنت بتكلم مع محمد. والله انت اسمك ايه؟ انا اسمي محمد مغربي. بس انت واضح ان انت ممثل شاطر، حسيت يعني. بص يا محمد انا للاسف زي زيك بالظبط، مستنيه شغل، يعني مش انا اللي بختار، مش انا اللي بعمل كاستنج، الكاستنج ناس تانية خالص هي اللي بتعمله، وبيختاروني برضو زي ما بيختاروك. ف يمكن تكون انت كنت فاهم غلط او نشأت فاهم غلط، بس فعلا ده اللي بيحصل، انا زيك بقعد بالسنين بستنى شغل. معلش يا محمد احنا حقيقي كلنا كان نفسنا في الفرصه دي، بس هو الحقيقه زي ما رندا قالت هو مش في ايدينا. ما تزعلش عشان خاطري. انا مبسوط ان انا شفتك. وانا كمان، انا هطلع اقعد في الكافيتيريا بره. ماشي، نورتينا يا رندا، متشكر، متشكر جدا. باي باي. باي باي. انا مش عايزك تتضايق، وهتيجي والله هتيجي، خلينا نفضل نشتغل. هي المشكله ان احنا كل ما نسال حد دلوقتي يقول لك والله ده عدل ربنا. احنا واثقين في عدل ربنا، متضايقش، انت عارف انك شاطر. ليه دايما بيتكلموني عن عدل ربنا بس وبتنسوا تكلموني عن رحمته؟ طيب اكلمكم انا عنها، افكركم بيها؟ طيب رحمه ربنا ان كل ما بتقفلوا الباب في وش واحد موهوب ما بيشوفش ان الدنيا سودة في وشه، ربنا بس هو اللي بيصبره. رحمه ربنا ان في كذا ممثل وفنان مركون ما بيشتغلوش، وربنا بس هو اللي بيرزقه، انت ما تعرفش هو بيعيش حياته ازاي. رحمة ربنا انك انت لازم تدينا فرصتنا وحقنا، علشان ده ابسط انواع حقنا. جايين تكلموني انا النهارده عن عدل ربنا بس، وتدوروا توزعوا الادوار على كل من هب ودب، وتنسوا ان في حد موهوب ملوش نصيب في حاجه خالص، مش مهم حلمه، مش مهم هدفه، مش مهم عمره اللي بيروح يوم ولا يوم، عشان انتوا تقولوا ان ده عدل ربنا. يا ولاد الاصول لو جايين تكلموني عن عدل ربنا اعرفوا ان ربنا دايما رحمته بتسبق عدله. كلنا الأسبوع اللي فات تابعنا
حادثة حصلت على السوشيال ميديا وانتشرت جدا، وهو تعدي طفل لا يتجاوز 15 16 سنة على طفل تاني وغرز مفتاح العربية في جمجمته في راسه. الولد جاله ارتجاج في المخ وجاله نزيف في المخ وجاله كسر في الجمجمة. الولد الطفل اللي عنده 16 سنة اسمه حسن شريف علوان اللي اتضرب. حسن شريف علوان هو حارس مرمى في أحد الأندية. طفل عنده 15 سنة، أبوه وأمه طفحين الدم عليه، أكيد هو وأخواته. ففي لحظة ممكن تلاقي مستقبل الولد ده كله اتضم علشان استهتار من طفل أو علشان قلة تربية من طفل. السؤال اللي كل أم وكل أب بيسأله لنفسه تقريبا كل يوم، هو أنا ربي ابني وعلمه الصح والغلط والعيب والحرام ولا سيبه كده ياخد حقه من الدنيا؟ السؤال بالمناسبة ما فيهوش أي مبالغة خالص، لأنه مش منطقي إن أب وأم يكونوا بيدفعوا الكوتة عشان يربوا ابنهم ويودوه مدرسة ويدفعوا له الشيء الفلاني ويمنعوا نفسهم من كل حاجة في مقابل مستقبل بيعملوه لابنهم يكون مستقبل كويس. فجأة الولد اللي بيترجم الدنيا يتعرض لواحد أهله نسيوا يربوه، فتكون النتيجة يا إما مطوة بتنهي حياته أو زي الحادثة اللي شفناها أو أي حاجة تشوهه وتضيع له مستقبل. السؤال اللي أنا حقيقي مش عارف أجاوب عليه فعلا هو ليه الناس بتنسى تربي عيالها؟ ليه في ناس كده وهي بتجري علشان تفتح بيوت بتنسى حاجة مهمة جدا، إنها تعلم الناس اللي عايشة في البيوت، تعلمهم الأدب. ابنك اللي أنت كل يوم بتقيسه كده بعينيك وتقعد تشوفه هو طول كام سنتي النهاردة، شكله بقى عامل ازاي، ملامحه بتتغير قدامك، هتعمل ايه لو جالك في يوم كده اتصال وقالك الحق ابنك في الرعاية اصل عيل بلطجي ضربه بمطو او ضربه بمفتاح او شوهه؟ احساس صعب طبعا، ربنا يا رب ما يوريه لحد فينا ويحافظ على عيالنا جميعا. بس بتحصل، مش بس بتحصل، لا دي هتفضل تحصل، لان الحقيقة مفيش رادع. ايه يعني لو ضرب عيل عمل له عاهة مستديم؟ هيروح الاحداث كام شهر ويخرج. في ناس متعودة على كده، واللي متعودش منهم على كده سمع وعادي مش فارقه معاه خالص احداث من غيره. اللي بيفرق معاهم بس انا وانت او اي حد بيطفح الدم عشان ولاده يتعلموا كويس وعشان يشوفهم في احسن مكان. واللي بيبقى فارق معاه فعلا هو كل ام ممكن تبات وهي جعانه او تقعد فتره من غير ما تشتري هدوم جديده عشان خاطر توفر اي مصاريف عشان خاطر ابنها يتعلم او يتمرن او ياكل حاجه تنفع صحته. دي اللي هتموت الف مره لو شافت ابنها بس بين الحياه والموت زي الحاله اللي احنا بنتكلم عليها. انت متخيل شكل الام اللي حلمها بيضيع منها في ثانيه واحده تلاقي ابنها بالشكل ده؟ عشان كده احنا مش عارفين نعمل ايه، نسيب عيالنا كده من غير تربيه ولا تعليم عشان يعرفوا يتعاملوا مع الدنيا ويعرفوا يتعاملوا مع النوعيات دي، ولا نربيهم وهم ونصيبهم؟ عموما الحقيقه انا كل اللي بتمناه ان العقوبات تبقى مشدده وما تبقاش على الاطفال بس، دي لازم تبقى على اهاليهم. وبكرر تاني، لازم تبقى على اهاليهم، لان الطفل اللي عنده الجراه، وانا بتكلم تاني عن طفل، يبقى عنده الجرأة انه يعمل فعل بالشكل ده، اكيد البيت كان بيقويه على كده، اكيد البيت رباه على كده، اكيد البيت ما قالوش ايه الصح وايه الغلط. الجريمة اللي بيرتكبها ابنك انت لازم تتحاسب عليها وتدفع ثمنها غالي. قلب الام اللي بيتكوي كل يوم لازم عقوبات مشددة جدا عشان تبرد نار الستي. ده الطفل حسن شريف علوان، البطل، حارس المرمى اللي هيقوم لنا بألف سلام. يلا يا حسن، كفاية دلع بقى، انت كويس وهتقوم وهتبقى زي الفل وهتبقى أحسن حارس مرمى في مصر وهتبقى زي الشناوي. مش انت بتحب الشناوي؟ الشناوي كمان بيحبك وكلنا هنتشرف بيك. ألف ألف سلام عليك. كل فريق عمل ما وراء البرنامج بيقول لك النهاردة سلامتك يا أبو علي، ويلا قوم عشان ترجع تاني تبقى أحسن رياضي في مصر. حسن شريف علوان.